معتزه بوعادل في مدينة تاونات المغربية، هو وجهة سياحية رائعة في شمال المغرب. يقع المنتزه على بعد حوالي 7 كيلومترات من وسط المدينة، ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 500 هكتار. يتميز منتزه بوعادل بجماله الطبيعي الساحر ومناظره الخلابة، حيث يحيط بالمنتزه سلسلة جبال ريفية خضراء وأنهار صافية تضفي جمالا خاصا على المكان. يعتبر المنتزه موطنا للكثير من النباتات والحيوانات البرية، مما يجعله منطقة حيوية ومغامرة للاستكشاف، حيث ستتاح لهم فرصة التواصل مع الطبيعة الخلابة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي منتزه بوعادل على مناطق ترفيهية للعائلات والأطفال. بشكل عام، يعتبر منتزه بوعادل في تاونات وجهة سياحية رائعة للمتعة والاسترخاء في الطبيعة، سواء كنت تبحث عن التجول والاستكشاف أو الاستمتاع بوقت ممتع مع العائلة. قم بزيارة هذا المنتزه المذهل واستمتع بتجربة فريدة في قلب المغرب الجميل.